حكومة شراكة خدمية وطنية، هي أهم ما يسعى إليه الإطار خلال حراك غير مسبوق تشهده العملية السياسية في المرحلة الراهنة. من موسكو إلى بغداد، مؤتمر سان بطرسبرغ الاقتصادي يلوح بأفق الانتعاش الدولي الذي سيشمل قانون الأمن الغذائي في البلاد بحسب مختصين. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا في حصادنا لهذه الليلة، ولربما هي خطوة لم يشهدها العراق منذ قبل، وهي تلك التي ذهب باتجاهها الإطار الشيعي الذي يبحث اليوم تحقيق ثورة خدمية من خلال تشكيل حكومة خدمات تنهض بالقطاع الخدمي للبلاد بعد أن ذاقته الحكومات السابقة الأمرين. إلى الجانب الآخر مشاهدينا، فإن رسائل التعاون التي أبدتها روسيا تجاه دول الشرق الأوسط، فإن الدعوة فيها إلى مؤتمر سان بطرسبرغ المنعقد في موسكو، فإنها بحسب ما يراه مختصون بالشأن الاقتصادي ستنعش الاقتصاد الدولي. إذن مشاهدينا، حراك مكثف لقوى الإطار الشيعي يراد منه تحقيق حكومة شراكة وطنية تحظى بتأييد الشارع العراقي، فيما يرى مختصون أن توجه الإطار نحو النهوض بالواقع الخدمي قد يواجه عدة معوقات بسبب تفشي الفساد. تقرير نهى الشمري. مساع من الإطار الشيعي تطمر هوة الانغلاق السياسي، فلا بد من الإسراع بإنجاز مهام تشكيل الحكومة المقبلة حتى في مرحلة انسحاب الكتلة الصدرية واستقالتهم من البرلمان. فبعد اجتماع أعضاء الكتل الشيعية يوم أمس، أفضى إلى مخرجات تروم إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل لجنة تفاوضية بتعيين شخصيات ترأسها للحوار مع بقية الكتل الوطنية، في محاولة للخروج من شبح الجمود الذي أقحمت به العملية السياسية وصراع المكاسب الشخصية. والمصادر تشير إلى تتابع اجتماعات أخرى بخطوات مستمرة ومكثفة للبحث عن آلية مناسبة لشكل الحكومة الجديدة بعد تصريح ائتلاف دولة القانون بعدم الشروع بتشكيل الحكومة إلا بعد وجود البدلاء عن المستقيلين من الكتلة الصدرية لملء الفراغ الدستوري وفق نظام الاستحقاقات الانتخابية لإعادة التوافقات المعمول بها إلى طاولة الاجتماعات. فالمشهد لا يحتمل الإقصاء والتهميش مجدداً. أما المرحلة المقبلة فهي مهمة تستدعي الإسراع ببدء الخطوات بجدية، إذ يرى الإطار الشيعي وجوب تشكيل حكومة خدمة وطنية تنسجم مع متطلبات المواطن، بالوقت الذي يصرح متابعون أن الإطار الشيعي ما زال يسعى إلى لملمة الأطراف للمضي إلى تحقيق مطالب الشعب، وبحسبهم أن هذه اللقاءات لم تكن لولا تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام في الاستوديو، عضو تحالف الفتح الدكتور عادل الهلالي. أهلا بكم دكتور ضيفا كريما، وكذلك الترحيب بالخبير القانوني الأستاذ فيصل ريكان ينضم لنا بالصوت والصورة من بغداد. أهلا بك سيد فيصل. أبدأ معكم دكتور عاد، الإطار الشيعي هل هو واثق إلى هذه الدرجة من إمكانية تشكيل الحكومة، وهو اليوم يتحدث عن خطط إدارة الحكومة وأهداف وبرامج؟ شكرا جزيلا، تحياتي لك أستاذ الشعب وجوء إلي قناة المقرة ولزميلي وأخي أستاذ فيصل وكذلك المشاهدين الأكارم. أعتقد أن الأخوة في الإطار التنسيقي وقيادات الإطار التنسيقي كانت في فترة من الزمن هي على رأس الدولة وعلى رأس الحرم في الدولة العربية، وكانت تدير الدولة بشكل كبير جدا وبشكل منتظم وقوي، لكن الظروف والتحديات اللي واجهتها في تلك الفترة هي التي لربما سجلت بعض العلامات، علامات الاستفهام. نحن نتذكر أنه هنالك مشروع ضخم وعملاق طرحه الأخوة في دولة القانون، ألا هو مشروع البنى التحتية. لو قدر لهذا المشروع أن يكتب له النجاح ويباشر العمل فيه في تلك الفترة لربما الآن شفنا أكو أمور كبيرة جدا له. وأعتقد أنه هنالك لمسات موجودة، لمسات أنه مدينة بسماية والمستشفيات الكبيرة التي أنشئت ومع ذلك يعني المشاريع كثيرة وكبيرة تحدثت بها الحكومات السابقة المتتالية. أغلب المشاريع اللي كانت تتحدث بها لم تتمكن من نجاحها وإيجادها على أرض الواقع بسبب خلافات سياسية، بسبب فساد والكثير من العوارض، خصوصا الخلافات السياسية منعت أي حكومة من إنشاء هكذا مشاريع. تقدر هذه القوى اليوم تحقيق هذه المشاريع على أرض الواقع؟ أعتقد اليوم الرؤية مختلفة صدر الشهر. اليوم الحكومة يجب أن تعالج المشاكل ذات المساس بحياة الناس. اليوم هنالك الكثير من الملفات اللي الحكومة العراقية أن تطلع بها، يعني اليوم مثلا نتحدث عن ملف المياه، ملف الكهرباء، ملف الأمني، الغذاء، البطالة، أمور كثيرة جدا. لكن هذه الحكومة وخلال هذه الفترة الزمنية المتبقية من عمر الحكومة اللي هي 3 سنوات، ونحتاج إلى جلسة خاصة لاختيار رئيس الجمهورية وجلسة خاصة لاختيار رئيس مجلس الوزراء والكابينة الوزارية، هذا كله يأخذ وقت. فهل الحكومة قادرة على أن تطلع بهذه المهمة الشاقة؟ أو السؤال أدق، يعني المنافسون السياسيون الموجودون ممكن أن يسمحون للحكومة القادمة أن تنشئ هكذا مشاريع؟ ما راح يعرقلوها؟ نحن قلنا اليوم مختلف الوضع، اليوم الشركاء السياسيين إذا لو قدر للإطار التنسيقي أن يتفق مع السيادة والديمقراطية الكردستانية، أعتقد أنه سوف تكون هناك نقلة في العملية السياسية مختلفة تماما عن ما كان يجري في الماضي. اليوم هنالك اتفاق أو توافق مع هذه الكتل السياسية على الشروع بمشروع أو بحكومة خدمة وطنية. هذه الحكومة يفترض أن تكون هنالك تعهدات ويكون هنالك اتفاقات مبدئية ومسبقة مع الكتل السياسية الأخرى لعدم عرقلة المشاريع اللي ممكن أن تقوم بها الحكومة كما كان تقوم به بالسابق. المشكلة الأساسية اليوم أنه لربما أن هنالك عقبة وحيدة، إذا الأخوة في الكتلة الصدرية نزلوا إلى الشارع أو مارسوا أي نوع من المعارضة لربما أنه يعارض بشكل أو بآخر على أداء الحكومة. أما إذا صارت الأمور يعني باتفاق الإطار التنسيقي مع شركاء الكتلة الصدرية، أعتقد الأمور لربما فيها شيء من الإيجابية. نرجع لهذه النقطة، لكن أهلا بك مرة أخرى سيد فيصل. بحسب قراءتك، بحسب المعطيات المتوفرة سياسيا، راح يتمكن الإطار الشيعي من تحقيق حكومة خدمية من الممكن أن تنهض بالقطاع الخدمي بالعراق؟ بدءاً تحية لك سيدي الفاضل ولضيفك العزيز الدكتور عائد ولمشاهدي قناتكم الكريمة، حياك الله. بالتأكيد يعني اليوم المشهد السياسي كما عبر عنه الكثيرون هنالك حالة انسداد وتبعتها عملية استقالة جماعية لأعضاء مجلس النواب من التيار الصدري. أعتقد أن هذا الموضوع الآن بات ضبابيا، يعني لحد الآن لم تنتهي الإجراءات القانونية بصدد قبول الاستقالات. طبعا هو يجب أن تكون استقالات فردية من جانب التيار الصدري، هناك إجراءات يجب أن تتبع من أجل أن تنهي هذه العملية. إذا ما استمر التيار الصدري في عملية
يعني مغادرة مجلس النواب بأعضاء مجلس النواب اللي 76 يجب أن يتوفر هنالك بدلاء عنهم. هذه العملية تبدأ. طبعا هنالك رأيين مختلفين الحقيقة من الناحية القانونية. رأي لبعض الفقهاء القانونيين يقولون أن موافقة رئيس مجلس النواب على الاستقالات فرديا طبعا استقالات مكتوبة ومسببة هي تكفي لإنهاء عضوية مجلس النواب، في حين خبراء قانونيون يقولون أن هذه العملية ليست كافية، بحاجة لقبول الاستقالة عرضها على مجلس النواب وفق المادة الأولى من قانون 49 لسنة 2007 يجب أن تعرض وتحصل على الأغلبية المطلقة لمجلس النواب. هذا يحتاج إلى عقد جلسة لمجلس النواب، ومجلس النواب الآن في عطلة بالتأكيد يعني. سيد فيصل، أثر المقاطعة اليوم هناك جدل قانوني دستوري حول قضية استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان. بالمقابل السيد الصدر أكد للمرة الثانية بأن الإطار أو الكتلة الصدرية والنواب الكتلة الصدرية استقالوا من البرلمان ولا رجعة عن هذه الاستقالة. تعتقد أنه سماحة السيد ممكن أن يتراجع عن هذا القرار؟ والله هو لحد الآن مثل ما قلت لحضرتك أنه الاستقالة لم تكتمل إجراءاتها القانونية، لذلك العودة عن هذه الاستقالة قد يكون موجود. يعني أنت تستغل الوقت المتاح أمام لحين إقرارها بشكل نهائي وصدور الأمر النيابي بقبول الاستقالة، أعتقد أنه ممكن أن يتراجع وماكو شيء يمنع، يعني لا قانون ولا دستوريا يمنع من العودة، يمنع أعضاء مجلس النواب من العودة إلى مقاعدهم. لكن احنا نتحدث عن إجراءات قانونية. إذا عاد أعضاء مجلس النواب الصدريون إلى مقاعدهم فالعملية تستمر، لكن إذا غادروا يجب أن يعوضون بالبدائل، وهؤلاء البدائل هم من يليهم في التسلسل في الدوائر الانتخابية، وهذا ما قررت المحكمة الاتحادية، وهذا يحتاج أيضا إلى إجراءات، يحضر عضو مجلس النواب الجديد وأيضا يردد القسم وبالتالي يصبح عضوا. إذن الموضوع سابق لأوانه أن تتحرك الكتل السياسية الباقية من ضمنها الإطار الشيعي على رسم شكل الحكومة الجديدة وخطها القومي والسياسي والبرلماني. نعم، أعتقد أن هنالك مدة زمنية محددة، لكن بطبيعة الحال يعني إذا كان هنالك تحرك من أجل يعني تحديد ملامح الحكومة الجديدة وهي حكومة الخدمات كما أطلق عليها الدكتور عائد، حقيقة يعني إحنا بحاجة إلى حكومة خدمات ترضي المواطن الآن في هذه الفترة. يعني هنالك كثير من الخدمات لا زالت لم ترتقي إلى المستوى الذي يطمح إليه المواطن العراقي، والمستوى الذي تصرف عليه الأموال من أجل أن يكون مناسبا لأبناء هذا الشعب. أعتقد أن المرحلة القادمة مرحلة مهمة، ونحن بحاجة إلى خدمات حقيقية وإلى يعني الاستشراف من التجارب السابقة ومعرفة مكامن الخطأ وتجاوزها قبل أن ندخل في تجربة جديدة. طيب، في خضم هذا الجدل السياسي وهذه الخلافات السياسية، الناس الشارع منتظر هذه الخدمات. اليوم الإطار الشيعي يؤكد نيته على تحقيق حكومة وتشكيل حكومة هدفها الأول هو تقديم الخدمات للبلاد، لكن راح تقدر أو يقدر الإطار الشيعي من إيجاد هكذا حكومة فعلا تكون خدمية وتقدم الخدمات لو راح تكون هناك عرقلة من بقية الأطراف السياسية كالعادة؟ احنا نتوقع إن شاء الله للمرحلة القادمة قد تكون مرحلة خير للبلاد بالتأكيد. يعني طبعا التيار الصدري بما يمثله من ثقل في الشارع العراقي بالتأكيد، يعني لديه أتباع وأنصار ومؤيدين وعددهم كبير جدا. إذا ما تركوا العمل السياسي الآن في الوقت الحاضر وتركوا للتجربة الجديدة أن تستمر، بالتأكيد سوف قد يجني ثمارها المجتمع العراقي. لكن إذا كان هنالك معارضة من بعض القوى السياسية بالتأكيد سوف تكون معرقلة لنتائج هذه الحكومة. ندعو كل الأطراف
أن تتوحد من أجل تقديم خدمات مناسبة للمواطن العراقي. طيب دكتور عائد، هل يمكن التعويل على دور إيجابي من قبل التيار الصدري بدعم أي حكومة إذا كان فعلا في نيتها تقديم خدمات إلى الشارع العراقي؟ حقيقة الأخوة في التيار الصدري مشغول لهم بهذا الجانب، يعني أناس وطنيين وكان لهم دور كبير جدا، وهم يتمنون ويطمحون وكان لديهم مشروع، لكن المشكلة أن مشروعهم جاء في وقت مبكر. الحكومة الدولة العراقية الآن غير يعني غير قادرة على الاستجابة لهذا المشروع، مشروع الأغلبية الوطنية. نحتاج إلى فترة زمنية ونحتاج إلى تعديلات دستورية ونحتاج إلى أمور كثيرة جدا، وإلا لا نشك في وطنية الأخوة الصدريين ولا نشك في لكن ممكن أن يتعاونون مع أطراف سياسية أكو خلاف سابق بينهم؟ لربما أنه هذا الموضوع الآن شبه مستحيل لسبب بسيط جدا، يعني هم يختلفون الآن في الرؤى وفي المشروع وفي أمور كثيرة جدا، وهم الآن ذهبوا إلى المعارضة، فبالتالي هم الآن ينتظرون أي إخفاق من الحكومة العراقية سوف يقفون له بالمرصاد، وسوف يقومون باستخدام كافة الوسائل اللي تتاح لهم قانونيا ويستخدموها لربما أنه مساعدة الحكومة حول. إذا السيد الصدر كان محق بمشروع أنه يجب أن تكون هناك معارضة من أجل تقويم. لا. إذا كانت هناك معارضة حقيقية في هذه الدورة البرلمانية راح تقوم عمل الحكومة المنتظرة؟ بالتأكيد نحن نحتاج إلى معارضة حقيقية وطنية صادقة، هدف الأساسي هو تقويم أداء الحكومة. هذا موضوع مهم جدا، يعني هذا عرف قد دابته العمليات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، هنالك حكومة وهنالك حكومة وهنالك موالات وهنالك معارضة، هذا هي ثنائية الدولة، هذا ما يسمى بثنائية الدولة. اليوم عندما لا يكون لدينا معارضة بالتأكيد أن الشركاء السياسيين سوف يكون أداهم كما كان في أداهم في الفترة الماضية، وهذه مشكلة وطامة كبيرة جدا. نحن سوف نعود إلى المربع الأول وسوف لن يكون هنالك تقدم، وبالتالي لربما يضطر الشارع بدون سابق إنذار إلى النزول مرة أخرى، أو الجماهير تنزل إلى الشارع ويحتقن الشارع ونذهب إلى لا سامح الله إلى منزلقات سياسية خطيرة نحن في غنى عنها، يكفينا من الدماء ما أريقت في الفترة الماضية. نحن بمس الحاجة إلى أي قطرة دم عراقية، نحن نحتاج إلى قدرات وأمكانيات هؤلاء الشباب لتوظيفها لبناء البلد. اليوم بلدنا مؤسساتنا معطلة، هنالك الكثير من الظواهر الاجتماعية التي بدأت تدخل إلى المجتمع العراقي وهي ظواهر دخيلة وشاذة. اليوم هنالك عدم وجود خدمات حقيقية، عدم وجود مدارس، عدم وجود مستشفيات، عدم ليس بالمطلق، ولكن نحتاج إلى أعداد كبيرة جدا من المستشفيات، من المدارس، من المؤسسات الشبابية الرياضية، المؤسسات اللي ممكن أن تكون تأهيلية وما إلى ذلك، كل هاي نحتاجها ونحتاج أن نضم بها شبابنا. نحتاج يعني البرنامج الحكومي بالتأكيد، هذه الحكومة إذا شكلت فنسأل الله أن يكون في عونها يعني حقيقة. طيب سيد فيصل، تتوقع شنو هي أبرز التحديات اللي ممكن أن تواجه قوى الإطار الشيعي أو الحكومة اللي راح تشكلها قوى الإطار بمشروع تحقيق حكومة خدمات؟ بالتأكيد يعني إحنا اليوم أكو موضوع مهم جدا. نعم. لحد الآن خلنا نعترف بصراحة. نعم. لم يعني النظام السياسي لم يغادر يعني ركن المحاصصة للأسف الشديد، يعني لا زالت المحاصصة موجودة، يعني وهذا بالتأكيد يعني سبب تعطيل كثير من الخدمات للمواطنين. يعني أنا إذا أريد أتحدث بصراحة أكثر، يعني يأتي الحزب الفلاني حصته الوزارة الفلانية يأتي بشخصية ليست كفوة أو ليست ذات خبرة ومكانة ممكن أن تؤدي واجبها بالشكل الصحيح، او خلينا نعبر بشكل اخر انه ليس لدي المام بقانون الوزاره نفسها يعني وبما يتطلب منه عمله. لذلك الحقيقه هذا هو سبب فشل الخدمات. اليوم احنا يجب ان نغادر المحاصصه، يجب ان تكون نعتمد على الكفاءات، والعراق زاخر بالكفاءات والامكانيات العلميه الهائله. إذا أريد لهذه الحكومة أن تكون حكومة خدمات حقيقية، يجب أن أولا نعطي الفسحة الكاملة للمرشح لرئاسة مجلس الوزراء أن يختار وزراء على أساس مهني وكفوء، وبالتالي هم من يستطيعون أن يحققون هذه الخدمات. اليوم احنا عندنا كثير من المسائل، وخلي أجيب لك مثال وقد يحسب عليه. يعني اليوم
سرقت اسئله الاسئله الوزاريه في وزاره التربيه. نعم. للاسف الشديد الوزير يخرج على وسائل الاعلام ويصرح ان من سرق الاسئله هو الحارس في مديريه التربيه، في حين انه النظام واحنا كلنا كنا طلاب ونعرف شلون تتداول الاسئله. اكو هيئه مركزيه وعندها قاصه وهذه توزع الاسئله قرابه افتتاح وقت الامتحانات. كيف يمكن لحارس ان يسرق هذه الاسئله؟ وعندما يعاقب او يساءل من قبل رئيس الوزراء يزعل ولا يذهب الى اجتماعات مجلس الوزراء. اعتقد عدم المام الشخص المسؤول بواجباته وبمسؤولياته وبالقانون هو الذي يؤدي الى تعطيل هذه الخدمات. احنا ندري انه في 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 مصر قبل فتره معينه خرج قطار عن السكه الحديديه وتسبب بخسائر بشريه، ذهب وزير النقل الى الاستقاله. بالتاكيد هذا هو هذا النظام اللي يجب ان يسود، يعني يجب ان يتحمل المسؤول مسؤوليته في الاخفاق وفي النجاح. طيب نعم دكتور عائد، بعد خطوة استقالة الكتلة الصدرية القوى الأخرى شنو موقفها؟ سيادة القوى الكردية المستقلون، ما مدى تجاوبها مع مشروع الإطار الشيوعي؟ حقيقة وأساسا التحالف انقاذ الوطن لم يكن مرتبط ارتباط عقائدي، كان هناك مشروع وقد ارتبط الأخوة، وعندما تأخر موضوع تشكيل حكومة شعر السيادة والديمقراطي بحرج كبير جدا. وناس براغماتيين حقيقة، يعني هذه يعني أفكارهم غير أفكار الأخوة في الكتلة الصدرية أو غير فكر سماحة السيد مقتدى الصدر، يختلف تماما. يعني رجل لديه مشروع لكن هم اتفقوا معه لاتفاق مرحلي لربما، لكن بعدما طالت الفترة فأصبحوا محرجين، يعني لا يستطيعون مغادرة الإنقاذ الوطن. نعم. زين يعني ويذهبوا باتجاه الأخوة في الإطار التنسيقي ولا يستطيعوا أن يقدموا شيء. فالآن أعتقد أنه بعد أن سمح لهم سماحة السيد وقال لهم أنتم في حل من هذا الموضوع، الآن أكو مشاورات موجودة، والحقيقة المشاورات لن تنقطع ما بين السيادة والديمقراطية الكردستاني ولا لكن بعد التنسيقي. هذا التغيير الأخير واستقالة الكتلة الصدرية أكو جدية أكثر بتجاوب مع مشروع الإطار الشيعي، وخصوصا نعم. اليوم يعلن عن حكومة خدمات. نعم. القضية وين أستاذ بشار؟ القضية أنه أيضا الأخوة في السيادة وفي الديمقراطية الكردستانية لديهم مشروع ولديهم أفكار ولديهم أهداف ولديهم مطالب ولديهم مصالح ولديهم كل شيء، فما نعتقد أنهم راح يسلمون للإطار التنسيقي بسهولة. أيضا راح يكون هناك تفاوض، وبالتالي الإطار التنسيقي شكل لجنة لهذا الموضوع للتباحث والتشاور، يعني على خلاف اللجان اللي شكلها في الفترة الماضية. هذه المرة تختلف جذريا، لأن هنالك يجب أن تكون هنالك رؤية مشتركة ما بين الشركاء الجدد لوضع برنامج خاص للحكومة القادمة. أرجو أن تبقى معنا دكتور عائد، والشكر الجزيل لكم الخبير القانوني الأستاذ فيصل ركان، كنت ضيفا كريما، شكرا لك سيد فيصل. إذا مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. من موسكو إلى بغداد، مؤتمر سان بطرسبورغ الاقتصادي يلوح بأفق الانتعاش الدولي الذي سيشمل قانون الأمن الغذائي في البلاد بحسب مختصين. إذن مشاهدينا، في أول خطوة تهدف للتعاون المشترك بين روسيا ودول الشرق الأوسط، فإن مؤتمر أو منتدى سان بطرسبورغ قد يأخذ بتحسين الاقتصاد الدولي على الرغم مما يواجه من تحديات، ليذهب المختصون بالتوقعات نحو انتعاش قانون الأمن الغذائي بعد هذه المتغيرات المبنية على أسس التعاون التي هي من أهم مخرجات هذا المؤتمر.
المزيد مع الزميل علي حبيب. بمشاركة أكثر من 40 وفدا دوليا رسميا انطلقت أعمال مؤتمر سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بنسخته 25 للعام الحالي. وبرغم صعوبة الوصول إلى المدينة وحرب العقوبات المفروضة على موسكو، لكن الحضور كان على مستوى رفيع نسبيا بعد قبول العديد من الدول والجامعات والمنظمات دعوة روسيا للمشاركة في هذا المحفل الاقتصادي الأضخم على مستوى العالم. الغاز والتجارة والغذاء كان لها حصة الأسد في المداولات بين الباحثين والخبراء الاقتصاديين، فهذه اللقاءات تأتي مع أزمة غذاء عالمية وبروز النظام العالمي الجديد، إذ تشارك هذه الدول بعيدا عن غطرسة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على دول الشرق الأوسط واقتصاديات البلدان التي تختلف عنها في التوجهات. فهذه المتغيرات الدولية لها وقعها في العراق أيضا الذي ينسحب حتما للظروف الأقليمية والدولية. لهذا سارع البرلمان العراقي لإقرار قانون الدعم الطارئ الذي يعمل على إيجاد مدفوعات طارئة تقلل من حدة تأثير هذه المتغيرات على الساحة المحلية وتحقيق الاستقرار المالي في ظل الظروف الدولية الطارئة. وباعتبار أن الاقتصاد العراقي يتأثر مباشرة بارتدادات أي أزمة عالمية، لذا فإن مصلحته العليا تفرض عليه تعميق التعاون وزيادة التطوير مع هكذا جلسات حوارية تضع على طاولتها آخر مستجدات المال والاقتصاد بهدف إعادة ترتيب الأوراق وتحديد أولويات تعامله مع مسارات جديدة سواء مع روسيا أو الشركاء الدوليين. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، ومرة ثانية نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو عضو تحالف الفاتح الدكتور عائد الهلالي. أهلا بك دكتور مرة أخرى، والترحيب أيضا بالخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي. أهلا بكم دكتور. ونبدأ معك مرة أخرى دكتور عائد، ما مدى أهمية هذا المنتدى الاقتصادي مؤتمر أو منتدى سان بطرسبورغ بالنسبة للعراق والمنطقة بشكل عام بحسب المتغيرات الأخيرة، المتغيرات الدولية منها اقتصادية وسياسية وتأثيرات الحرب الأوكرانية؟ شكرا جزيلا، تحية لكم مرة أخرى أستاذ بشار ولضيفنا الكريم أستاذ صفوان. حقيقة روسيا استفادت بشكل كبير جدا من ظاهرة الاحتباس الحراري، وقد انكشفت هنالك مساحات شاسعة وكبيرة جدا من روسيا تصلح لزراعة الكثير من المحاصيل خصوصا الحبوب، وبالتالي أصبحت روسيا من دولة مستوردة للحبوب إلى دولة مصدرة وعلى مستوى الرقم الأول في العالم. نحن نعلم أنه أوبك ومقرها في فيينا خاصة في سوق النفط العالمي، وروسيا أيضا شريك في هذا الموضوع أوبك بلس، يعني أوبك زائد روسيا أيضا هي تتعامل مع سوق النفط العالمي وهذا وسوق الحنطة العالمي وسوق الحبوب العالمي ومكانه في كندا، وتتحكم فيه دول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والاتحاد الأوروبي. اليوم عندما دخلت روسيا كشريك قوي جدا في المجال الزراعي وتبحث اليوم عن شركاء اقتصاديين، لأن اليوم العالم ذهب إلى ثنائية القطبية، اليوم ما عادت القطبية الواحدة هي التي تحكم العالم، الولايات المتحدة الأمريكية ومعها دول الاتحاد الأوروبي، اليوم يجب أن يكون هنالك قطبية ثانية تنافس. ولذلك روسيا تعمل منذ فترة طويلة على إنشاء تحالف البريكس، تحالف البريكس اللي يضم روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والبرازيل، وضيفت له تركيا وسمي البريكس، وهنالك خمس دول ايضا تنتظر على ما اعتقد المكسيك والسنغال ومصر الاربع موتان وكازاخستان هذه حسب ما اتذكر. فتعمل منذ فتره طويله على انشاء هذا التحالف ليكون قطبيه ثانيه يعني تواجه القطبيه الوحيده في العالم. قبل ايام ذهب بايدن الى الشرق الى اليابان وقام بعقد تحالف جديد لدول شرق آسيا يتكون لربما من 13 عضو أيضا لإنشاء تكتل اقتصادي جديد. الآن في صراع مستمر على من يتسيد العالم ومن يستطيع أن يتحكم بمصادر. اليوم روسيا وبعد الأزمة الحالية هي الآن تعاني من وجود كميات كبيرة جدا من المواد الغذائية، ووفق العقوبات الدولية غير قادرة على التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على تصديرها. فاليوم احنا يفترض ان نستفاد من هذا الموضوع، وبالتالي نستطيع ان نحقق
أمن الغذائي من خلال الحصول على ما نريد بأسعار زهيدة وبسيطة جدا، لأن روسيا مضطرة اليوم لمبيع لأن تبيع هذه الكميات للحصول على لربما العملة الصعبة، أو لربما أنه تستطيع أن تبيعها بالروبل، لأن هي بالفترة الأخيرة بدأت تبيع منتجاتها بالروبل من أجل أن تحسن سعر صرف الروبل. أهلا بك دكتور صفوان مرة أخرى، برأيك الاقتصادي ما مدى تأثر قانون الأمن الغذائي بهذه الخطوة أو هذا المنتدى والمتغيرات السياسية والاقتصادية التي ذكرت والتي أقبلت عليها روسيا من خلال مؤتمر سان بطرسبرغ، خصوصا أنه يدعو للتعاون الدولي لا سيما دول الشرق الأوسط؟ طبعا بالتأكيد يعني هناك تحالفات عالمية تنشأ بشكل جديد، هناك أكثر من 40 دولة حاليا هي في مؤتمر سان بطرسبرغ، وهذه الدول معنية بتحقيق أمنها الغذائي من خلال هذه التحالفات. وجود قانون الدعم الطارئ أتاح فرصة للحكومة الحالية بتوفير ما لا يقل عن 5 تريليون لشراء الحنطة وتسديد مستحقات الفلاحين. فحاليا الحكومة تستطيع المفاضلة بين عروض الشراء، أن تشتري من ألمانيا أو من أستراليا أو من روسيا. حاليا روسيا تمتلك يعني إنتاج وفير حقيقة يعني في المخازن، وتستطيع تجهيز العراق بأسعار مخفضة وليست بالأسعار العالمية. فعملية الدخول في مثل هذا التفاوض من الممكن أن نحصل على استثناء من الخزانة الأمريكية، بالتأكيد الاقتصاد العراقي اقتصاد دولاري، فعملية الشراء تتم بالروبل. فإذا ما يعني أحسننا التفاوض مع الخزانة الأمريكية بالشراء من الحنطة الروسية والأوكرانية، سيساعد ذلك في تقليل الأموال التي تخرج من الخزانة العراقية. بتقديري الخزانة الأمريكية ستسمح بمثل هذا الإجراء، لأن العرض العالمي للحنطة محدود نسبيا، فمن أجل أن لا ترتفع الأسعار على بقية دول العالم من الممكن السماح، كما يعني حاليا مصر تحاول أن تشتري احتياجاتها أيضا من الجانب الروسي وبالروبل أيضا. فمن الممكن فتح نافذة جديدة للتعاملات بالروبل، طبعا بدون الأضرار بالعلاقات الاقتصادية، يعني أن نبقى في منطقة التوازن، لأن خلق حالة من الاستفزاز للطرف الآخر قد تخضع العراق للعقوبات. فعلينا أن نكون في منطقة التوازن، نقيم علاقات اقتصادية مع هذه الدول مع الطرفين. دكتور قصي، ممكن للخزانة الأمريكية أو الولايات المتحدة أن تسمح للعراق بالتوجه بجانب اقتصادي إلى طرف معادي تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، وننعش اقتصادها كمنفعة متبادلة ما بين روسيا والعراق؟ يعني بتقديري كما تفعل حاليا أوروبا، تقوم بشراء الغاز الروسي بسبب عدم ارتفاع أسعار الغاز على مستوى العالم، سمحت لها لغاية 2025. فيمكن للعراق أن يستثمر هذه العلاقات الجيدة مع الجانب الأمريكي في أن يوفر احتياجاته من المحاصيل الزراعية والزيت أيضا، ليس القمح فقط وإنما الزيت أيضا، بأسعار جيدة مناسبة وبدون الأضرار بالطلب العالمي. من الممكن أن يكون هناك يعني تفاوض من أجل هذا الجانب. وأيضا العراق عليه أن لا يخسر هذا التحالف، هذا التحالف تشترك به دول عملاقة كالصين والشرق، يعني شرق آسيا، وكذلك دول أفريقيا. فعمليا علينا أن نضع نفسنا في منطقة التوازن، نقيم علاقات مع دول مثل روسيا والاتحاد الروسي وكذلك الصين، وأيضا بنك الاتحاد الآسيوي، بنك كبير عملاق يشارك في هذا المؤتمر، وهذا المؤتمر هو عبارة عن نافذة لاستقرار أسواق الطاقة. العراق حليف للاتحاد الروسي من خلال أوبك وشركاء للسيطرة على سعر النفط والغاز، فعلينا أن لا نخسر هذه العلاقة، وبالمقابل علينا أن نستثمر الموارد المتاحة في الجانب الروسي وجانب هذه الدول. أيضا روسيا تحاول جذب فنزويلا إلى هذا الاتفاق وتركيا أيضا، وهذه الدول تشكل قوة اقتصادية، فعلينا أن ننفتح على هذه الدول أيضا، ولا نبعد يعني العراق عن موارد استثمار الموارد المتاحة في هذه الدول.
طيب اتفق دكتور عائد أن أمريكا قد تسمح لنا كما سمحت للعديد من الدول الأوروبية بعلاقات اقتصادية وبيع وشراء مع روسيا الاتحادية، لو راح تمنع العراق من هكذا خطوات؟ طبعا هذا الموضوع مرتهن بحاجة العراق، يعني لربما أنه الولايات المتحدة الأمريكية سوف تسمح عندما تجد أن هنالك ضرورة كما فعلت مع الغاز الإيراني وسمحت العراق باستيراد الغاز الإيراني على الرغم من أنه إيران تعاني من عقوبات اقتصادية كبيرة جدا، وبالتالي أنه يحتاج العراق للغاز فمددت فترة استيراد العراق للغاز من إيران. اليوم إذا كان هنالك سوق آخر ممكن أن تعتمد عليه العراق في توفير ما تحتاجه من المواد الغذائية كما قلنا الحنطة أو الزيت من كندا أو من الحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقوم بدفع العراق بهذه باتجاه هذه الأسواق. أما إذا لم تتوفر هنالك الكميات فبالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية سوف تسمح للعراق مضطرة. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وبحالة التضخم الكبيرة جدا غير المسبوقة منذ 40 سنة، الولايات المتحدة الأمريكية الآن تعاني من حالة من التضخم غير من 8 القرن الماضي وإلى اليوم، هي وبرغم العقوبات على روسيا وعدم استيراد الولايات المتحدة الأمريكية لكثير من المشتقات الطاقة الروسية لكنها تستوردها بشكل غير مباشر، تستوردها من الهند. الهند تقوم باستيراد كميات كبيرة جدا من روسيا من النفط والغاز وما إلى ذلك، وتقوم بتحويل هذه إلى مشتقات، والولايات المتحدة الأمريكية تستورد من الهند. فالقضية أنه الحاجة هي من يتحكم به. طيب بالنسبة للعراق، هل هو مدرك اليوم هذه المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية وفي المنطقة؟ لو راح يبقى مستهلك ويتأثر ولا يؤثر؟ هي مشكلتنا احنا مدركين وغير مدركين. مدركين من باب انه احنا نرى العالم ونشاهد القفزات الكبيرة جدا التي تحصل في دول العالم لكننا نراقب فقط، وغير مدركين اننا لم نقوم باي خطوة الى الان، اي خطوة اجرائية لم نقوم بها. يعني تحدثنا عن انشاء العديد من المصافي في العراق، يعني في الناصرية وفي الكوت وفي السماء وفي الديوانية وفي البصرة، ولكن الحكومة العراقية إلى الآن لم تشرع إلا بناء أعتقد مصفى كربلاء وهو قيد الإنجاز، يعني منذ تقريبا أكثر من 12 سنة، والمصافي اليوم لو سلمت إلى شركات رصينة عالمية لربما أنه أكبر مصفى 300,000 برميل باليوم لربما أنه خلال 4-5 سنوات يجهز. هذه مشكلة كبيرة، وكذلك الكهرباء وكذلك أمور أخرى. هذه المشكلة اللي إحنا الآن لم نقم بأي إجراء أو أي خطوة، وذلك لغياب الخطط ولغياب المشروع الوطني. لا يوجد لدينا مشروع وطني ولا توجد لدينا خطط ممكن أن نؤسس لأولويات من سوف يكون له الأسبقية في التنفيذ. هذه المشكلة اللي عندنا. طيب دكتور صفوان، يوم أمس عقد حوار الأعمال الروسي الأفريقي واللي كان مخصص لتطوير التعاون الدولي مع رئيس وزراء جمهورية أفريقيا وعدد من وزراء الدول العربية والمغرب العربي، لكن برأيك من الممكن أن يحقق هذا انتقالة قد تكون نوعية على المستوى الاقتصادي للبلدان العربية والدول النامية خصوصا؟ طبعا من الواضح، يعني الحقيقة قارة أفريقيا تحاول ربط اقتصادها بالاقتصاد الآسيوي. داعم لهذا الموضوع هو بنك التنمية الآسيوي، طريق الحرير وطريق الحزام يحاول ربط اقتصاد الصين والهند بالاتحاد الأوروبي من خلال طبعا العراق، وعملية ربط قارة أفريقيا من خلال مصر والمملكة العربية السعودية والعراق كنافذة للتبادل التجاري ستسمح لتصدير المواد الأولية. أغنى قارة الآن بالمواد الأولية في الكرة الأرضية هي القارة الأفريقية، فعملية وصول المواد الأولية إلى آسيا تعني ديمومة الإنتاج، زائدا أن آسيا تمتلك الطاقة، يعني دول الخليج والعراق وإيران يمتلكون النفط الذي هو مصدر لتشغيل الآلات في معظم دول العالم، الصين بالتحديد والاتحاد الأوروبي. فالعالم حاليا يدار بطريقة المصالح، علينا أن نوجه المصالح الاقتصادية نحو استغلال الموارد العراقية لكي نخلق حالة من الدفاع عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال الشركاء. الشركاء يستطيعون الدفاع عن مستوى الاستقرار، فكلما تشعبنا في العلاقات الاقتصادية وكان استثمار الموارد المتاحة جزء من عملية الشراكات الاستراتيجية كلما أحسننا إدارة جذب الأموال. العراق بحاجة إلى استثمار، أشار الضيف العزيز إلى
الحاجة إلى المصافي. المشكلة في أن عملية الاستثمار هي الغائبة، لا نستطيع يعني أن نحول وزارة المالية، إيرادات وزارة المالية إلى الاستثمار بالكامل، فعلينا جلب الاستثمارات المنتجة خاصة في قطاع المصافي، البتروكيماويات، الطرق، معظم القطاعات التي تحقق عائد مناسب للمستثمر ممكن أن تكون نقطة جذب، وبالتالي نستطيع أن نكون منطقة لتلاقي المصالح. فالمؤتمر الدولي، مؤتمرات الاقتصاد الدولي، علينا أن نوظف رجال الأعمال العراقيين وليس الموظفين الحكوميين لغرض فتح نافذة للقطاع الخاص النظام العراقي باعتباره هو الشريك الاستراتيجي لدول العالم وليس الموظفين الحكوميين، لأنهم يتعاملون بعقلية الاستثمار الاستراتيجي. طيب برأيك يعني هل التفاف هذه الدول اليوم حول روسيا منها دول أفريقيا والمغرب والجزائر ومصر إلى آخره من الدول التي رحبت بدعوة بوتين إلى مؤتمر ومنتدى سان بطرسبرغ، هل سيكون لها تأثير ربما بإيقاف أو التخفيف من العقوبات الأمريكية على روسيا؟ لا، الحقيقة يعني العقوبات، روسيا تدريجيا يعني تتخلص من هذه العقوبات، بل بالعكس يعني الآن الأوروبيين محرجين تجاه التفكير في البحث عن بدائل خاصة في موضوع الطاقة. روسيا وضعت معادلة جديدة للعلاقات هي الموارد، يعني حاليا الأمن الغذائي وأمن الطاقة مسيطر عليهم الجانب الروسي وشركاء روسيا، فالعالم بدأ يتضرر من هذه العقوبات. نأمل تطويق الأزمة الأوكرانية الروسية، ولو أن المؤشرات العالمية يعني تذهب باتجاه الحرب العالمية الجديدة، وهناك يعني دول الآن بدأت تخزن في كل القطاعات لأننا يعني قد يخرج الصراع عن دائرة السيطرة. نأمل أن تستطيع تركيا باعتبارها هي يعني هي النقطة التلاقي الآن بين أوروبا وبين روسيا في عملية تقريب وجهات النظر والخروج من هذه الأزمة، بخلافه نحن مقبلين على توسع في دائرة الصراع، وبالتالي بالتأكيد هذه الدول عليها يعني أن تختار أما المعسكر أي أو المعسكر بي. العراق بتقديري عليه أن يبقى في منطقة التوازن بعيدا عن هذه الصراعات. نمتلك أمن الطاقة لكننا بحاجة إلى أمن المواد الغذائية من أجل تجاوز الأسوأ فيما لو حدث. طيب سؤال أخير لكم دكتور عائد، العراق كما ذكر دكتور صفوان يجب أن ينظر إلى هذه المعادلة منظار مختلف، لكن رأيك الحكومة المقبلة المنتظرة راح تكون على قدر ومستوى المسؤولية بالتعاطي مع روسيا الاتحادية على الجانب الاقتصادي من أجل على الأقل إنعاش قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي؟ نعم، مثل ما تحدث الزميل الكريم حول قضية الوجود في المنطقة الآن، يعني العراق لا يستطيع أن يذهب بشكل كامل باتجاه روسيا ويغادر المعسكر الأمريكي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لها القدرة الآن على أن ترى العراق تحت طائلة عقوبات كثيرة جدا، وبالتالي هذه سوف تؤثر بشكل كبير جدا على مستوى النمو أو النشاط الاقتصادي أو على التنمية بالعراق بشكل عام. وبالتالي العراق يحتاج إلى أن يكون هنالك، العراق يفترض أن يستفاد من هذه الأزمات، هذا ما يفترض، لكن الحكومة المتوقعة أو المفترضة أن تأتي قريبا راح تكون على قدر هذه المسؤولية؟ أنا أعتقد أنه لدينا من الرجالات ما يكفي ولدينا من العقول ما يكفي، لو استطعنا أن نوظف هذه العقول، العقول الاقتصادية اللي موجودة الآن بالدولة العراقية في هذه الحكومة بالشكل الصحيح، لربما أنه يكون لدينا رؤية ولدينا مشروع ولدينا نهضة، ونستطيع أن نستفيد أو نستثمر هذه الأزمة في من خلال الحصول على أوطأ العطاءات في أي اتجاه نحن نذهب. الولايات المتحدة الأمريكية عندما تريد أن تضغط على العراق في أي مجال يقول أنني أستطيع الحصول على هذه المادة بأسعار متدنية، فأنا لا أستطيع، وخصوصا أن اقتصادي اقتصاد ريعي يعاني ما يعاني، وأنا أريد أن أهضم الاقتصاد العراقي. هذه المشكلة اللي يفترض أن تكون لدى الحكومة العراقية ورجالات الحكومة العراقية، أن تكون لدينا رؤية في كيفية التعامل والتعاطي، وهذا أمر طبيعي جدا، لا نقلق من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير جدا في هذا الاتجاه أو ذاك، لا نقيد أنفسنا، نحتاج إلى الجرأة ونحتاج إلى قرار الوطن الشجاع. طيب أخيرا دعونا نطلع على نتائج الاستبيان اللي أجرتها قناة الأيام لبرنامج الحصاد، وهل تعتقد بأن مؤتمر سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي سيسهم بإنعاش قانون الأمن الغذائي في العراق؟ كانت الإجابات 69% نعم،
29% كلام و2% متحفظ. الشكر جزيلا لكم عضو تحالف الفتح الدكتور عائد الهلالي، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لك. والشكر لكم الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، كنت ضيفا كريما بالصوت والصورة من بغداد، شكرا لكم دكتور. وشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الأكارم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.